طب في أقل تقديرات يعني ممكن تكون إيه المكاسب اللي يحصل عليها الجانب الفلسطيني؟ يعني الكلام عن مثلا نقل السفارة، وده اللي تراجع عنه الرئيس الأمريكي، تجميد الاستيطان أو يعني ملف الاستيطان بشكل عام، إيه اللي ممكن نتحرك من خلاله مع السفير من وجهة نظرك؟ شوف انا اقول لك، انا الاداره الامريكيه بعد قليل ستفاجئ، بالمناسبه عقدت القمه بين نتنياهو وترامب قبل دقائق بلاش. اه صحيح، وهذا الاجتماع واحنا بننقل حتى الصوره دلوقتي على الشاشه، ترامب ونتنياهو الافاق التي يمكن ان يطرحها غدا مع الرئيس ابو مازن في لقائه في بيت لحم. اه يا فندم. الان احنا قلت موقفنا واضح ونتعاطى بشكل وثابت ونتعاطى بروح ايجابيه مع ادراكنا ان الذي يعيد طرحه نتنياهو هي بضاعه كسدت في السوق، لم يشتريها منه احد ولم تفتح افق في السلام. الان ربما يطرح نتنياهو بالمناسبه افاق لتسهيل حياه الفلسطينيين الاقتصاديه او لتيسير حياتهم فيما يتعلق بالحواجز الامنيه وما الى ذلك. هذا أمر لا يحل الموضوع ولا يحل المشكلة. وبالمناسبة حكومة إسرائيل لا يوجد فيها رجال دولة قادر أن تقرأ التاريخ وتفهم أن هذا الاحتلال سينتهي. نتنياهو كما يضيق على الفلسطينيين هو عمليا يسد الأبواب على مستقبل، يعني حضرتك عايز تقول أنه لا أمل في وجود حل في ظل وجود الحكومة الحالية؟ نعم، أنا أعطيك مثالا، لما كان في هناك تفاهم مبدئي قبل اكثر من سنه، نفس نتنياهو فكر في تغيير الائتلاف الحكومي اللي فيه بنت وفيه كثير من المستوطنين، وكان يريد ان يضم له هيرتسوغ اللي هو من حزب العمل، ويدرك ان طبيعه التركيب الحكومي هو يميني، ومن هم معه اكثر يمينيه وتطرف، لذلك هذه الحكومه موضوعيا غير قابله للانخراط في اي مشروع سياسي. الاداره الامريكيه تدرك ذلك، ترامب يدرك ذلك، وسنرى. احنا بصراحه في لدينا حاله من القلق والترقب، ولكن التعامل بشكل متوازن وعاقل وحكيم مع ما يظهر امامنا. طيب.